السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الدبلومات كتير بيسألني أنا عاوز أدخل هندسة، بس هتبقى معادلة ولا تبقى إزاي؟ هنقول في الفيديو ده إن شاء الله كل اللي أنت عاوز تعرفه عن إزاي تدخل هندسة من الدبلوم الفني. التلات سنوات والخمس سنوات والمعاهد الفنية الصناعية كله بيسأل عن معادلة كلية الهندسة للالتحاق بكليات الهندسة بعد انتهاء مدة الدراسة داخل مدارس الدبلومات الفنية والمعاهد. معادلة كلية الهندسة والشروط والأوراق والمواد والنظام الاختبار هيبقى ازاي؟ هيبقى داخل الفيديو ده ان شاء الله. معادلة كلية الهندسة بمثابة الدراسة يا جماعة مناهج تعادل مناهج الثانوية العامة، ولكن في فرق في عدد المواد. شروط الالتحاق بمعادلة كلية الهندسة، نعمل ايه؟ يجب ان يكون طالب الدبلوم الصناعي الثلاث سنوات حاصل على مجموع لازم يكون 70%، ده مجموع كلي فأكثر، وألا يكون قد مر على تخرجه الثلاث سنوات، ده شيء أساسي، بمعنى خريج عام 2020 له الحق في عمل المعادلة 2020 أو 21 أو 22. طب إيه تاني بقى؟ يجب أن يكون طالب المعهد الفني الصناعي ودبلوم الصناعي خمس سنوات ناجح فقط لكي يلتحق بامتحانات معادلة كلية الهندسة، وألا يكون قد مر على تخرجه الثلاث سنوات بنفس الشروط. طب ماشي، ايه كمان؟ ان يكون حاصل على الجامعة العمالية السنتين شعبة التكنولوجيا بمجموع 50% فأكثر. تمام، ان احنا عرفنا النظام شروط الالتحاق ايه في معادلة كلية الهندسة، ان الطالب لازم يكون على مجموع 70% فأكثر، ما يكونش مر على تخرجه اكثر من 3 سنوات. تمام، ايه هي بقى الاوراق المطلوبة؟ اول حاجة مطلوبة اصل شهادة دبلوم الصناعي، اصل شهادة الميلاد الالكترونية، ثلاث صور شخصية، استمارة النت، مواد دراسة معادلة كلية الهندسة لعام 2020 في نفس منهج الثانوية العامة علم رياضة ثالثة ثانوي. تمام، ورياضة عامة اللي هو الجبر والهندسة الفراغية اللي هو الهندسة الفرعية، دي كلها دي رياضة واحدة. بعد كده رياضة خاصة اللي هي التفاضل والتكامل. تمام يا جماعة، الفيزياء، الكيمياء، اللغة الإنجليزية، كل الكلام ده مناهج الثانوية العامة، هو علم رياضة. المجلس الأعلى للجامعات أكد أن منهج المعادلة يكون على نفس نهج فترة الدراسة في الصف الثالث ثانوي. طب تمام، يعني أنا عرفت الشروط إيه، وعرفت الأوراق إيه، وعرفت المواد اللي أنا هدرسها إيه، يبقى المواد اللي هدرسها رياضة والفيزياء وكيمياء وإنجليزي. تمام، طب هنا بقى طريقة التقديم، يكون التقديم في معادلة على مرحلتين، بتقدم طلب الكتروني من خلال موقع المجلس الاعلى للجامعات، وبعد ما يتم الموافقه على الطلب يتم طبع الاستماره، ومن ثم يتم التقديم في الكليات. بعدين بيروح الطالب لمقر الكليه وبيروح لشؤون الطلب، وبتحدد امتحان الطالب للمعادله بالكليه، وبس شرط يا نجاح الطالب في كل الاختبارات بنسبه نجاح بتعلنها اداره ايه الكليه كل عام طبقا لنسبه اعداد كل طالب في الكليه. ده كان خبر وطرق وشروط واوراق اللي انتوا عاوزينها في الدبلومات الفنيه عشان تدخل كليه الهندسه عن طريق المعادله. يا ريت ننشر الفيديو ده حتى تعم الفائده، كله بيسال، فما تبخلش على غيرك بالمعلومه. كان معكم اسامه رزق مؤسس اجيال الاندلس، في امان الله.